احنا كنا راجعين في الطيارة الفرنسي. انا ما فهمتش ليه كيف يعني المغرب بغرب لبنان 6 ساعات؟ كيف المغرب لبنان 6 ساعات يا حبيب؟ ايوه طبعا. لا طبعا يا ابني انت عارف يعني ايه المغرب؟ انت عارف يعني انت اقصى يعني انت في انت في الغرب وفي الشرق والغرب. يعني انت لبنان هنا والمغرب هنا، اقصى الغرب. انت بتعدي على بتعدي يعني انت المغرب بتعدي على ليبيا وبتعدي على مصر وبتعدي على البحر الاحمر وبتعدي على زينة وبتعدي على بلاد كتير. اعلى نقطه في افريقيا شو يعني؟ اعلى نقطه في افريقيا يعني في الشمال، شمال افريقيا. اقصى شمال شو هو؟ حلال. ضروري 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 اخرج من ملقب دمين جاتكم المغرب. هي تعتبر اقصى حاجه في افريقيا يعني اخر افريقيا فوق هي مصر بقى بكل اللي على الحدود دي. هي حياتي مصر جنريك جنريك. اه والله مصر لبنان فلسطين افريقيا اصلا حياتي. لبنان اسيا. لبنان ايه؟ لبنان في اسيا مش في افريقيا. بس اعلى نقطه في مصر. مصر اقصى شمال افريقيا هو تونس حبيبي. اقصى شمال افريقيا تونس. ها تونس اقصى شمال افريقيا. بس بالشمال شمال شمال اقصى شمال شمال. ايوه شمال غربي مش شمال عارف شمال. عارف اصلا شفت خريطه افريقيا عامله شمال كده. اصلا افريقيا كلها شمالها مصر. لا يعني شمالها حبيبي. شمالها مصر لكن شمالها شرقها شمالها مصر. الغربي شرقها مصر. شمالها الشرقي مصر. شمالها الشرقي مصر. شمالها الشرقي مصر. شمالها الغربي المغرب. شمالها الغرب لا المغرب. شمالها المغرب الجزائر. شمالها الغربي الجزائر والمغرب. موريتانيا موريتانيا مش تحت المغرب شوي؟ تحت المغرب مش شمال غرب. موريتانيا غرب. يعني تونس يد واحدة. من زارة التطاوين. حلوة كتير حلوة كتير. من زارة التطاوين يعني التطاوين آخر ولاية يعني أقصى الجنوب تطاوين وأقصى الشمال بن زارت. في الجزائر عندنا كلمة أقوله منا التطاوين. نحن في الجزائر عندنا كلمة أقوله منا التطاوين. يعني بعيدة كتير. يعني بعيدة كتير المسافة.